بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم نواصل شابتر 5، شوف المقطع الخامس. شوفي flow across cylinder and sphere، flow over cylinder ولا across cylinder and sphere is frequently encountered in practice، يعني زي ما نقول يعني استخداماته كثيرة في الحياة العملية. من أمثلته اللي هو الهيت اكسشنجر اللي من النوع shell and tube، لأنه هذا النوع من الهيت اكسشنجر يحوي الاثنين، يحوي internal flow through the tube. لاحظ إذا كانت عندنا هذه سلندر اللي نعتبرها tube، إذا fluid flow يمر منها فهو يعتبر internal flow، أما fluid flow اللي over the tube هذا يعتبر external flow، هو اللي نهتم به هنا. لاحظ over cylinder هنا اللي هو هذا fluid flow جاي في هذا الاتجاه بهذه الخطوط كذا، اتجاهه من هنا بهذا الاتجاه. سرعته كم؟ سرعته في، طبعا لاحظ fluid flow لما يجي في هذه الناحية يضرب هنا في السلندر الموجود عندي هنا، هتحصل هنا نقطة نسميها stagnation point. هذه stagnation ما راح fluid flow ما راح يقدر يقدم من هنا، بعدين هيبدأش يمشي حوالين السلندر، حوالين السلندر وبعد يلتصق بها شيما ويشكل هنا طبقة، هذه الطبقة نسميها اللي هي الباوندري لاير، شبه ملتصقة بالسلندر. بعدين لما يوصل إلى نقطة معينة نسميها separation point، يبدأ إيش؟ يبدأ الفلويد فلو ينفصل عن هذه السلندر، وهذا الشيء ناتج مع أن المنطقة هذه البريشر فيها منخفض جدا. إذا هذه المنطقة البريشر فيها منخفض، المنطقة هذه البريشر فيها عالي. لاحظ ثيتا هذه نقيسها من وين؟ نقيسها من stagnation point، نقيس منها مع السنتر تبع السلندر ولا السفير، نبدأ نقيس هذه الثيتا. الثيتا مهمة عندنا جدا، نشوفها بعدين. طبعا الرينولدز نمبر مهم عندنا جدا، لأنه إيش؟ نحدد به نوع الفلويد فلو. الرينولدز نمبر عارفين إنه أصلا هذه نفس القيمة أعطيناها قبل، لكن هنا بدل الدي كنا نقول الـ LC اللي هي characteristic length. الكاركترستيك لينث بحالة السلندر، سيركلر سلندر والسفير، هي نفسها الدياميتر تبع السفير ولا تبع السلندر. الرينولدز نمبر فايتو انه يعني نعرف الرينولدز نمبر اللي هو الكريتيكال، هذا عن طريقه نعرف انه تحصل ترانسليشن من لامينر الى تيربينات. اذا لاحظ انه قيمة الرينولدز نمبر، كريتيكال رينولدز نمبر، انها اقل منها بالفلات بليت. فلات بليت كانت 5 × 10^5، صح؟ flow over a cylinder or sphere both friction drag and pressure drag can be significant. الاثنين ممكن تكون قيمتهم مهمة معتبرة، لكن تذكر انه بالنسبة للفلات بليت كانت البريشر دراج كانت مهملة تساوي صفر. نحن قلنا هنا انه هذه المنطقه انها هاي بريشر والمنطقه هذه لو بريشر. فهاي بريشر ديفينيتي اوف ستاجنيشن بوينت، ستاجنيشن بوينت هنا، اند ذا لو بريشر اون ذا اوبوزيت سايد، اوبوزيت عن الناحيه الثانيه، ان ذا ويك برودوس ذا نت فورس اون ذا بودي ان ذا دايركشن اوف فلو. يعني ينتج الفرق ما بين الاثنين، ينتج عنه ايش؟ قوه على هذا البدي او السلندر او السفير في اتجاه ايش؟ في اتجاه الفلويد فلو. الدراج فورس هذه لما يكون الرينولد نمبر اقل من العشرة تكون ناتجة عن ايش؟ عن الفريكشن دراج. اما لما يكون الرينولد نمبر اكبر من 5000 فهي تكون ناتجة عن البريشر دراج. اما لما تكون قيمتها ما بين الاثنين انترميديت، فساعتها يكونوا الاثنين الفريكشن دراج والبريشر دراج both are significant. قيم الاثنين هي قيم معتمرة وتعتمد على الرينولدز. هنا عندنا الرينولدز نمبر وعندنا السي دي، the average drag coefficient. drag coefficient for cross flow over a smooth cylinder, circular cylinder and smooth sphere. فلاحظ اعتمادها على الرينولدز نمبر. مثلا حسبنا الرينولدز نمبر بالنسبة للسفير لقيناه 100 × 10^2، فنطلع كده على هذا نجي نحسب ايش؟ السي دي نلقاها واحد.
أما بالنسبة للسلندر فنطلع كمان شوية، بالنسبة للسلندر فنلقى حوالي 2. إذا لاحظ هنا بصفة عامة، هنا كلما زاد الرينولد نمبر تقريبا إلى هذه المنطقة فكان إيش؟ كان السي دي يقل، وبعدين صار إيش؟ يعتمد على، صرنا هنا تقريبا في الانترميديت، فصارت الرينولد نمبر تتغير، السي دي تتغير. نقطة السيبريشن، السيبريشن هذا متى يحصل؟ هل هو يختلف بالنسبة لما يكون عندنا لامينار ولما يكون عندنا تيربلنت؟ نحن قلنا انه الثيتا هذه انها تقاس من وين؟ من ستاجنيشن بوينت، صح؟ هذه هي الثيتا. لاحظ انها بالنسبة لللامينار يبدا انفصال الباوندري لاير تبدا تزيد بسرعة، يعني عند الزاوية لما تكون زاوية 80. اما بالنسبة للتيربلنت فلو فلازم توصل الى الزاويه، لازم توصل الى 140 علشان يبدا ايش اللي هو separation. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.